أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم، البر قال حسن الخلق. البر اسم من أسماء الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا الجنة. والبر يطلق كذلك على كل أعمال الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، أي كل أعمال الخير. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أعمال، قال البر حسن الخلق، هذا من أعمال الخير. قال: أما الإثم فما حاك في نفسك، هذا هو الإثم، يعني ما ودك الناس تطلع إليه، ما حاك في وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما في شيء، في شيء. وإذا قال في الحديث الثاني: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ذاك إذا أقدمت على عمل وتخفى من الناس، معناته في شيء. يعني أذكر أن أحدهم يعني سألناه، قال: أنا أرسل الناس، يعني هو طبيب، يقول أعطيهم، يقول روح اشتر من الصيدلية الفلانية، أعطيه الدواء اشتر من الصيدلية الفلانية، يقول لي بسبة أنا من الدواء. قلنا: زين أنت مرتاحك هذا؟ والله ما أدري. زين ودك الناس يدون؟ قال: لا والله، إذا دار واضح من عينهم، إذا إثم. حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. فالقصد أن الناس يعني جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني علامة واضحة. قال: إثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في صدرك وتردد فيه، هذا إذا الإثم. فلذلك الإنسان يستطيع أن يعني يفهم، دع عنك يعني قضية أنه قد يكون الإنسان مخطئ، لا، نتكلم عن الأشياء التي فيها شكة، التي فيها شكة. أما الأشياء الواضحة لكن هو موسوس، هذا موضوع آخر. لكن نتكلم نحن عن شيء فيه شكة في النفس، متردد. ويقال: استفتي قلبك، وين أفتوك وأفتوك، يعني وين أفتاك الناس وأفتوك؟ قال: لا، ما فيها شيء. طبعا أنت كاره ومتردد في هذا، وبعضهم يقول حرام، بعضهم يقول لا تفعله، ابتعد عنه، وإن أفتوك الناس. نعم.